ما نشهده اليوم هو عبارة عن خطوة أولى ناجحة بتمام 100% منذ تلك العقود اللي من 1992 حتى وقتنا الحالي، تم إطلاق الجزء الأول والأساسي في بناء هذه المحطة الفضائية. وقال إن المحطة الفضائية تظهر اتساع نطاق تكنولوجيا الفضاء في الصين، وتثبت أيضا مكانة الصين الرائدة في مجال الفضاء. فتحت الصين الباب أمام التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء أمام المجتمع الدولي، وقد أفاد الموقف المنفتح العالم بما في ذلك يتطلع العديد من الباحثين العلميين، وهو واحد منهم، إلى أن تحقق الصين اختراقات أكبر في مجال الفضاء. كثير من الباحثين والمهتمين في كل العلوم في أصناف العلوم متوجهين الآن إلى الصين بهدف تبادل الخبرات، كسب وصقل العديد من الخبرات التي شهدتها الصين في خلال هذه العقود الماضية. أيضا تطلعات الصين في 2030 و 2040 ضمن هذه الخطط ستمكنها أيضا من اجتياز كثير من البرامج الفضائية والصناعية بنجاح.